إن التطور الملحوظ الذي تشهده الخدمات الطبية والصحية في الإمارات جعلت من الصيدلية نموذجا إلكترونيا أطلق عليه اسم الصيدلية الآلية، صيدلية حولت الشكل المعتاد للعلاقة بين الصيدلان والمريض بشكل آمن وموثوق. تماشيا مع الرؤية الخاصة بشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وهو تقديم الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة والسلامة، تم تطبيق نظام الصيدلية الآلية في المركز للحصول على أعلى معايير الجودة والسلامة المقدمة للمراجعين في المركز. مزايا متعددة لهذه الصيدلية كنظام الوصفات الإلكترونية الدقيقة، ما يسهل على الطبيب وصف العلاج واختياره عن طريق محرك بحث يتقبل إدخال الأدوية بالاسم العلمي والتجاري، فضلا عن تقليل الوقت والجهد وطمان عدم حدوث أي خطأ في صرف الأدوية، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى رعاية المريض. نشكر حكامنا والشيوخ على المبادرة هذه، لأن الدولة تتطور بشكل سريع، اللهم لك الحمد. وبخصوص التطور اللي في الصيدلية هذا، يعني شيء فوق الخيال ما شاء الله، اللهم لك الحمد. فسرعة وصول الدواء ثواني أقل عن سرعة وصوله يوم يجيبه الصيدلي بحد شخصيته. صرف الأدوية للمريض في صيدلية الآلة يضمن سلامة ودقة المعلومات المقدمة له من خلال قاعدة بيانات واحدة فيها تطابق الأدوية الموصوفة والمصروفة وتنبيه الصيادلة أثناء عملية صرف الأدوية حول أي تدخلات دوائية أو تكرار دواء أو تجاوز الجرعة. يهدف هذا المشروع الرائد إلى تحسين كفاءة صرف الأدوية والوصفات الطبية ومنع حدوث الأخطاء الدوائية، فضلا عن التوظيف الأمثل لموارد الخدمات العلاجية الخارجية وكوادرها الطبية. يرتبط مشروع الصيدلية الآلة بنظام الملف الإلكتروني الذي يوفر سجلا صحيا رقميا للمريض، حيث يتم طباعة المعلومات المرسلة من نظام ملفي والتي تشمل معلومات المريض والوصفة على علبة الدواء مباشرة.